وسلم وإلى حضرات أهل الخير كلهم أجمعين. الفاتحة. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على كل حال. اللهم صل وسلم وبارك على رسولك سيدنا محمد وعلى آل وأصحاب وأولاد وأزواج وذرية سيدنا ومولانا محمد، صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا أرحم الراحمين. اللهم أوصل وبلغ مثل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم، وما صلينا وما سلمنا إلى حضرة نبينا وشفيعنا مرشدنا منجينا هادينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا في الدنيا اتباعه وزيارته، وفي الآخرة شفاعته، ولا تحرمنا رؤيته، وأوردنا حوله المورود، واحشرنا تحت ظل لوائه المعقود. وإلى حضرات ساداتنا جميع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام، وإلى حضرات أرواح ساداتنا أصحاب البدريين والهديين وسائر الصحابة والصحابيات والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، رضوان الله تعالى عن كل واحد منهم. وإلى حضرات أرواح ساداتنا أئمة الأربعة المجتهدين والعلماء العاملين من علماء أهل السنة والجماعة قدس الله أسرارهم، وإلى حضرة شيخنا شيخ الإنس والجن غوث العالم قطب الأقطاب سيد محي الدين عبد القادر الجيلاني قدس الله سره العزيز، وإلى حضرة سيدنا وقطبنا قطب الأقطاب سلطان العارفين السيد أحمد الكبير الرفاعي قدس الله سره العزيز، وإلى حضرة سيدنا وقطبنا قطب الأقطاب سلطان الهند غريب نواز خاجة معين الدين الجسي الأجميري قدس الله تعالى سره العزيز، وإلى حضرات أرواح ساداتنا كل ولي وولية لله تعالى والشهداء والصالحين أينما كانوا من مشارق الأرض إلى مغاربها، صغير وكبير وذكر وأنثى كلهم أجمعين قدس الله أسرارهم، ورضوان الله تعالى عن كل واحد منهم. اللهم زد لكل واحد منهم فضلا على فضلهم، وشرفا على شرفهم، وكرامة على كراماتهم. اللهم علي درجاتهم في الجنة. اللهم وإلى حضرات أرواح أمواتنا وأموات المسلمين عامة، اللهم اغفر لنا واغفر لهم، ورحمنا ورحمهم، واعف عنا واعف عنهم، واجمع بيننا وبينهم في جناتك النعيم. اللهم صل وسلم وبارك على رسولك سيدنا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا ومولانا محمد. اللهم إنا نسألك ونتوجه إليك بحقك العظيم وبجاه نبيك الكريم وبجميع الأنبياء والمرسلين والأولياء والصالحين. اللهم أصلح لنا شؤوننا كلها، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، وجير الحياة زيادة لنا في كل خير، وجير الموت راحة لنا من كل شر. اللهم بارك لنا في مجلسنا هذا من أوله إلى آخره كما باركت في مجالس عبادك الصالحين. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، وهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات،
آمين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين والصلاة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد